بالقرآن. الله. بقول لهم قصة التركي اللي قابلته في الحرم. كنت في الحرم النبوي على سارية من سواري المسجد وأتلذذ بالقرآن وأقرأ كلام الملك جبار سبحانه وتعالى، وجالس على السارية وحاط وجهي عليها وأقرأ كلام الله، إلا بجانبي رجل تركي كل شوية يقرب مني، كل شوية يقرب مني. حسيت أن هذا التركي يريد أن يسمع مني القرآن كلام الله. إيش سويت؟ حبرت القرآن ورفعت صوتي حتى يتأثر هذا التركي. دعوة إلى الله، وأعظم دعوة الدعوة بالقرآن. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. المهم يا شباب، خلصت صفحة كاملة، نظرت لهذا التركي، فإذا عيناه تذرفان، يبكي من شدة تأثره بالقرآن. وسوى شيء غريب عجيب، هذا التركي أخرج لسانه وجالس يضرب لسانه بيده. أنا استعجبت، قلت إيش الحركة هذه؟ حاولت أتواصل معاه، تعرف أخوكم معاها اللغة الفرنسية، ما معايا التركية، الله لا فرنسية ولا أحسنه. المهم حاولت أتواصل معاه ما قدرت. إيش فيك؟ لو إيش بكتب كي ليش تخرج لسانك تضرب لسانك؟ ما قدرت أتواصل معاه، وهو ما يتكلم اللغة العربية. إلا خلفي رجل تركي آخر يجيد اللغة العربية، تكلمت معه قلت ليش هذا يبكي؟ قال هذا يبكي من القرآن. قلت هذه زالها عرفناها. قلت ليش يخرج لسانه يضرب لسانه؟ قال هذا يضرب لسانه يتمنى يتعلم اللغة العربية حتى يقرأ مثل ما تقرأ. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين.